على الشعار بالمهد جينا نجدد الفعل شعبان الثاني هل على الشعار بالمهد جينا نجدد الفعل يوم ثلاثة من شعبان أبو الرحمة بمولد إمام حسين أبو اليمة يوم ثلاثة من شعبان أبو الرحمة بمولد إمام حسين أبو اليمة محل الناس كلها اليوم ملتمة محل الناس كلها اليوم ملتمة تنادي بصوت عالي وتلهج باسمه يوم المكرم الكل المسلمين هدية من الله إلنا مولد حسين يوم المكرم الكل المسلمين هدية من الله إلنا مولد حسين حسين وكلنا نمشي بنهج تشريعه حسين وكلنا نمشي بنهج تشريعه شعبان التغاني هل على الشعار بالمهد جينا نجدد الفعل جدد الفعل شعبان هل على الشعار شعبان جينا نجدد الفعل يوم الرابع البي مولد العباس بلاد الكرم والخوة والنوماس ويوم الرابع البي مولد العباس ميلاد الكرم والخوة والنوماس بينتر الصواني نشمو وياس بينتر الصواني نشمو وياس ويعم الفرح عالناس كل الناس وهالساعة يتانيها علي بلفة بعيونه يريد قبله وبجفه وهالساعة يتانيها علي بلفة بعيونه يريد قبله وبجفه حسين وكلنا نمشي بنهج تشريعه حسين وكلنا نمشي بنهج تشريعه شعبان التهاني هل على الشيعة للمهدي جيعة شعبان التهاني هل على الشيعة للمهدي جيعة نجدد الفعل ويوم الخامس لنا يجسد الأمجاد يا مولد إمامي سيد العباد ويوم الخامس لنا يجسد الأمجاد يا مولد إمامي سيد العباد جينا نهني ونبارك لأبو السجاد جينا نهني ونبارك لأبو السجاد هذا الشهر عدنا ثالث الأعياد نقدم للنبي الهادي تهانينا للزهرة وعلي وللحسن والينا نقدم للنبي الهادي تهانينا وللزهرة وعلي وللحسن والينا حسين وكلنا نمشي بنهج تشريعه حسين وكلنا نمشي بنهج تشريعه شعبان التهاني هل على الشيعه للمهدي جينا المهدي جينا نجدد الفعل هل على الشيعه للمهدي جينا نجدد الفعل بالحادي عشر شعبان نور ازهر شبيه المصطفى بنور النبي تنور بالحادي عشر شعبان نور ازهر شبيه المصطفى نور النبي تنور يا بدر بتمامه يا علي الاكبر يا بدر بتمامه يا علي الاكبر احضر يا الموالي بمولده احضر هن حسين بن حميد خيله هني بمولد الحرة العقيلة هني حسين بن حميد خيلة هني بمولد الحرة العقيلة حسين وكلنا نمشي بنهج تشريعه حسين وكلنا نمشي بنهج تشريعه شعبان التهاني هل على الشيعة مصطع الشعبان ما ننسى والمبغض
الماضي خاف هواي من معنا ويوم 15 شعبان ما ننسى والمفخض يخاف هواي من معنا ضربج كربلة هناك احنا نتلقى ضربج كربلة هناك احنا نتلقى ويم العلقمي نرمي الحزن كل هالتاني هالطلعة البهية ويتنادي العجل يا ابن الزكية كل هالتاني هالطلعة البهية ويتنادي العجل يا ابن الزكية حسين وكلنا نمشي بنهج تشريعه حسين وكلنا نمشي بنهج تشريعه شعبان التاني هل على الشيعة وللمهدي جينا نجدد البيعة شعبان التاني